معكم مشاهدينا، وهلا صار الوقت نحضر سلطه. اليوم السلطه اللي عندنا اياها هي سلطه الفريخ، الفريك والرمان. خلينا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجه لكوب الا ربع فريك مسلوق، بصله مفرومه، كوب رمان، 2 كوب بقدونس مفروم، ربع كوب زيت زيتون، ربع كوب دبس الرمان، ملعقه صغيره ملح، وملعقتين كبيره عصير ليمون. لكن ليش اخترت الفريك اليوم؟ لحتى شوي كون عم بحكيكم عن الفوائد العديده اللي موجوده بالفريك. طبعا الفريك هو نوع من انواع القمح اللي بكون حبته اصغر من القمح، طبعا هو قمح تحديدا، وبس يعني مقطع بطريقه معينه نكون عم نستعملها، غير طريقه الفريك، غير طريقه القمح. الفريك بده ينسلق بطبيعه الحال قبل ما نكون عم نستعمله. الفريك عادة بيحتوي على يعني ربع احتياجاتنا من البروتينات. إذا أخذنا كوب فريك بنكون عم نأمن ربع احتياجاتنا من البروتينات، اللي هي كمية عادة كتير كبيرة. فلكل الأشخاص اللي منهم حابين يكونوا عم يتناولوا لحمة أو فراخ، وحابين يكونوا عم ياخذوا البروتينات من مصدر تاني اللي هو مصدر نباتي، ممكن يكونوا عم يلجأوا للفريك لأنه بيحتوي على نسبة بروتينات كتير عالية، وكمان الفريك بيحتوي على نسبة ألياف غذائية عالية كمان. ربع احتياجاتنا اليومية من الألياف الغذائية اللي دايما بحكي عنها ودايما بقولكم كتروا من الألياف الغذائية، موجودة بكوب من الفريك. تتشوفوا قديش هالسلطة اللي عم بعملها هلأ صحية ومليانة فوائد. كمان حبيت حط مع الفريك اللي هو بيلبق معه كتير الرمان. كنت حكيت بالاسبوع اللي فات عن حكيت بالتفاصيل عن فوائد الرمان وقديش هو بيحتوي على مضادات للاكسده، وقديش هو مفيد لمرض السكر، مفيد ليحمي من امراض السرطان، مفيد لحتى يحسن عمل الكولون. فكمان قد ما فيكم كتروا منه، خاصه نحن هلا بموسم الرمان، مشان هيك بدي استفيد ودائما كون عم دخله بالوصفات اللي عم بعملها. رح نحط مع السلطه البقدونس لحتى يكون في عنا نوع من انواع الخضار اللي لونه اخضر، اللي كثير مهم تكون دائما موجوده كمان لما نكون عم نحضر سلطه. ورح انتقل لحتى احط الصلصه. عندي زيت الزيتون، دبس الرمان اللي هو كثير بيلبق مع الفريك، خاصه انه بالسلطه في رمان كمان، فدبس الرمان بيجي حتى يأكد لنا هيدا الطعم الحلو. وطبعا دبس الرمان اذا كان طبيعي بيحتوي او اللي فيه هو نفس الفوائد اللي موجودين بالرمان، اللي هو انه صحي كتير، فيه فيتامينات ومعادن كتيرة، مفيد كتير للصحة. بس مهم نتأكد انه دبس الرمان مش منزد له سكر كتير، لانه عادة دبس الرمان بيزيدوا له سكر حتى يكون عم بيعطي هيدا الطعم المسكر. مشان هيك اوقات بيكون يعني لما نزيد له سكر ببطل هالقد صحي قد ما هو عاده عنده هالفوائد الكتيره. جربوا قد ما فيكم نبشوا على دبس الرمان اللي هو منه منزد له سكر كتير. هلا نحن عندنا بلبنان دبس الرمان عاده بيكون طبيعي من جبل، يعني من جبال بيعملوه طبيعي وما بيكون منزد له سكر، مشان هيك اذا دقتوه رح تلاقوا شوي طعمه مز اكثر عن دبس الرمان اللي موجود بالسوق، انما هيدا هو دبس الرمان اللي هو صحي واللي هو فيه كل الفوائد اللي حكيت عنها. لكن السلطه كل المقادير صاروا موجودين بالطبق، عم بخلطهم ورح نرجع نغرفهم بطبق التقديم. ما تنسوا انه الفريك بده يكون مسلوق، وافضل كمان يكون انسلق وقعد شوي لحتى يبرد، حتى ما يكون عم يعني يكون عم نتناول سلطه بارده مش سلطه سخنه. لكن بنسلق الفريك وبنتركه يبرد قبل ما نرجع نحطه بالسلطه. هيدا طبق السلطه كمان صار جاهز مع كل الاطباق الباقيه.